وبكده شيش طاووق خلاص معانا. مش عايزه اقول لكم بقى بجد الريحه تحفه، حته الفحم دي كاني طالع مشوي عاملينه على شوايه، طعمه فظيع فظيع، جربوه مش هتندموا ان شاء الله هيعجبكم. يا رب اكون عملت حاجه تنول اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم ساره هعمل لكم تتبيله الشيش طاووق. انا بحب بفضل يعني الشيش طاووق يبقى اوراك، بتبقى اطرى من الصدور، بس طبعا اللي بيحب الصدور ما فيش اي مشكله. هقول لكم التتبيله سهله جدا وهتعجبكم، هتطلع تحفه احلى من بتاعه بره، وطبعا احلى من التتبيله الجاهزه. بجد انا جربت الجاهزه دي يعني مش حلوه خالص، ملهاش علاقه بالشيش طاووق. تمام، دلوقتي احنا هنا معانا كيلو فراخ وراك متقطع شيش طاووق، وطبعا غسلينها بميه وملح ودقيق، نقعتها بتاع حوالي نص ساعه، نضفت بقى زي الفل. تمام، صفيتها كويس وحطيتها اهي في البوله. دي نص كوبايه عصير برتقال، معانا 3 معالق، دول 3 معالق زيت. تمام، معانا هنا كوبايه زبادي، هنحتاج معلقه مستردة. هقول لكم بقى على البهارات. اول حاجه معانا هنا بهارات فراخ معلقه صغيره، بابريكا معلقه صغيره، 7 حبات اللي هما البهارات المشكله معلقه صغيره، معانا معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، دي معلقه ممسوحه جنزبيل فريش، اللي ما عندوش جنزبيل فريش هيبدله بجنزبيل باودر، ودي معلقه ملح كبيره. تمام، تعالوا بقى نوريكم الطريقه. هننزل بالزبادي كده، معلقه مستردة، تمام، هننزل بالزيت، ننزل بنص كوباية البرتقال، هنحط البهارات، هنتبلها كويس. اهم حاجة ان هي تتقلب كويس جدا عشان التتبيلة تشرب كل البهارات اللي عليها. التتبيله دي يعني يفضل ان هي تقعد من بالليل تتعمل تاني يوم، يا اما لو مفيش وقت عندك مفيش اي مشكله هتقعد عندك اقل حاجه من 4 ساعات ل6 ساعات، يعني كل ما هتحاولي تقعديها اكتر كل ما هتشرب التتبيله وتبقى طعمها اجمل بكتير. دلوقتي احنا هنخلصها وهنحطها في الثلاجه. تمام، ولما تتبل كويس قوي هوريكم هنعملها ازاي في السياخ، وهنوريكم طريقه التسويه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. ودلوقتي التتبيله معانا اتتبلت كويس جدا، انا سبتها في التلاجه 8 ساعات وكنت نقعت السياخ الخشب بقالي 3 ساعات نقعيها في ميه متلجه، كانت ساقعه جدا علشان السياخ ما تتحرقش من النار وتستحمل قوه الحراره. تمام، دلوقتي هوريكم هنعملها ازاي في السياخ وهوريكم التسويه بتاعتها ازاي، خليكم معانا. معانا سيخ، تمام اهو، هنحط في الاول بصل. انا عامله فلفل الوان، اللي مش عايز يعمل فلفل الوان براحته، يعني انت عندك فلفل اخضر عايزه تحطيه مفيش اي مشكله براحتك. عفوا معلش الفلفل ما استحملتش اتكسرت. تمام، بس هما الولاد بقى بيحبوا الاشكال كده تبقى ايه، العصايه تبقى مشكله الوان بيحبوها كده. برضو الطماطم، اللي حابب يحط طماطم يحط، مش حابب يحط طماطم مفيش اي مشكله. نرجع برضو تاني، بصل، فلفل، عايز تحطي 3 قطع في الشيش طاووق حطي، عايز قطعي كبير تمام، عايز قطعي اصغر مني مفيش اي مشكله، يعني انت وحسب راحتك وحسب الكميه اللي عندك. والمقادير اللي انا قلتها لك دي مقادير كيلو، يعني لما تيجي تعملي نص كيلو هتقللي، وبرده مفيش حاجه معينه للرصه، رصي براحتك، عايز تحطي الفلفل من تحت، الطماطم، حسب ما انت عايزه ترصي مفيش اي مشكله ان انت ترصيهم يعني. ودي فلفل اهو تاني،
طماطم من فوق خالص، احط بصل اهو. تمام، انا كنت هنا عامله شويه مجهزاهم، تمام اهو بالشكل ده، هكمل عليهم. هعمل معاكم واحده كمان، هنحط البصل. طماطم، فلفل اصفر، فلفل اخضر، وايت فلفلية حمراء، طماطم، طبعا انا مش لابسه بقى جوانتي، احنا في بيتنا عادي يعني، اكيد مش هنلبس جوانتيات واحنا بنشتغل. تمام، بنشتغل براحتنا يعني، طالما ايدينا مغسوله ونضيفه الحمد لله خلاص مفيش اي مشكله. وده شكلها كده النهائي معانا. احنا بنحب الخضار فعشان كده بكتر فيها البصل والحاجات، بتبقى طعمها تحفه جدا وهي مشويه. تمام، هوريكم بقى هسويها ازاي. اهي كده احنا خلصنا الكميه اللي معاها، هنوريكم بقى هنرصها وندخلها الفرن. انا جبت الصاج دوت ودهنته زيت من تحت، ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم جدا. تمام، هنحطها على الفرن تستوي وهوريكم بقى التكه الاخيره هنعمل فيها ايه. وهو الشيش طاووق استوى معانا، طلع معانا من الفرن، بصوا شكله عامل ازاي، مش عايزه اقول لكم بقى طعمه تحفه روعه بجد، مش تندموا لو جربتوه. لسه بقى هنحط له فحم وهوريكم هنعمله ازاي. انا جبت ورق الومنيوم وعملته كده زي الطبق، تمام، هنحطه هنا، هنحطه في الفحم، هنحط عليه شوية زيت، نغطي بسرعة. عايزة اقول لكم بقى هيطلع لكم الريحة كأنكم جايبينه مشوي من بره.